إذن فعلا من الأشياء المهمة في وقتنا الحالي وممكن تجهلها المرأة وهي الوعي المالي، راح نتعرف عليها أكثر مع ضيفتنا مريم دخيل، سيدة أعمال وكاتبة ومدربة في الوعي المالي. صباح الخير. صباح النور. يعطيك عافية أستاذة. حبيبتي حياك الله. ترى بدخل بالموضوع على طول، أنا من شفت الكتاب شفت العنوان، كيف تصبح ثريا في 40 يوما؟ يعني هذا بروح العنوان يشد ويخلي الواحد وده يقرأ الكتاب بسرعة الحين ويفهم منه. شنو المحتوى اللي داخل الكتاب وهل فعلا هالشيء هذا ممكن يتحقق؟ سؤالك حلو، بس خليني اقول لك انا اساسا يعني ليش سويت كذي وليش جمعته بهالطريقه. نعم. الكتاب اساسا ان انا يعني اساسا كان عندي مشكله كبيره مع المال، انا كان عندي معاناه مع المال. اول شيء كان ما عندي فلوس، هذا رقم واحد. حليتها في اني توظفت، فتوقعت ان الانسان لما يتوظف تنحل مشاكله الماليه، يصير مليونير يعني اقل ما فيها انك تكونين عادي مرتاحه. فتوظفت ووظيفتي كانت وايد ممتازه، يعني انا اساسا محاميه فراتبي كان جدا عالي، بس انا 5-6 شهور ما عندي ولا فلس. مسرفه يعني؟ وايد يعني. بس تدرين شنو الفرق؟ ان في ناس تصرف تدري وين صرفت فلوسها، تقول لك على الاقل هذا مبين في جنطه في شغله. انا ما ادري وين راحوا، يعني انا اسال نفسي انه وين راحوا وانا ما اتذكر. فهذه كانت يعني يمكن اكثر شغله كنت احس فيها. الأسوأ منها انه كان عندي ديون، فان انا كنت وصلت حق مرحله ان انا مو بس اخلص راتبي، وصلت حق مرحله ان انا اتسلف، فكان وايد مزعج بالنسبه لي الموضوع. هني حسيت ان عندي وايد معاناه مع موضوع المال. نعم. رحت المكتبه فقمت ادور وين كتب على الفلوس تعلمني زي شو السالفه، خل افهم يعني وين نقطه الخطا اللي انا قاعده اطيح فيها. فجبت كذا كتاب وبديت اقرا وابحث فيهم وادور، وامانه سويت يعني تجارب على نفسي، كنت اجرب واشوف. نعم. صراحه شيء مشى معي، شيء ما يناسبني، شيء يناسب ظروفنا بشكل عام بالكويت. نعم. شيء ما يناسبنا خصوصا ان اوروبا عندهم ضرائب وغيرها، فبعض الكتب تحتوي على هالنقاط. صح. فاللي سويته اني انا مثل ما تقولين جمعت كل تجربتي كلها، يعني كل اللي مريت فيه، اللي نجح وياي واللي ما نجح وياي. قد يكون هو مو فعال معاي بس ممكن يكون فعال مع غيري. هذا الشيء اللي خلاني أجمعه كله. اكتشفت ان في اسرار اساسيه اذا الانسان فهمها ما يعني راح يصير موضوع المال سهل التعامل معه، راح يسهل وايد على الانسان هذا الشيء. فسؤالك كان ان هل ممكن ان انا يعني فعلا تتغير حياتي اتجاه المال؟ انا اكد لك انه فعلا تتغير حياه الانسان اتجاه المال، لكن بالنسبه لي هذا كله سواء الكتب اللي نقراها، المقالات غيرها، المحاضرات اللي نحضرها، كلها خط اول، كلها تعتبر استعداد، كلها تعتبر بدايات حقك. لكن يبقى دور الانسان، عاد دورنا احنا ان احنا نتعلم ان نطبق بالنهايه. يعني اذا انت عندك معلومه زينه بس ما تطبقينها، يعني انا ادري مثلا ان في اكل مثلا صحي بس انا ما اطبق، انا اكل الاكل اللي ابي، اكيد انا ما راح يبين علي، يعني شيء طبيعي ان انا شكلي راح يبين ان انا انسانه ما اكل اكل صحي. فنفس الشيء بالنسبه للثراء، يعني الانسان يقدر يفهم شنو اهم اسراره. نعم. وبعدها يقدر هذا الانسان انه هو يحصل اي كميه ثراء هو يبيها. زين استاذ، الحين احنا مثلا طبقنا الاشياء هذه وصرنا يعني فاهمين ونعرف نوفر ونحقق بعض من الثراء، عيالنا متى نقدر نبلش نعودهم الشغله هذه؟ يعني ودنا عيالنا ان يبلشون فيها قبلنا، يعني دام احنا خذينا هالمعلومه باي عمر؟ سؤالك جدا ممتاز، اصلا هذا السؤال بروحه انا مسويه بحث كامل عنه، لان طبيعي لما انت تكون كان عندك معاناه مع المال ما ودك تشوفين عيالك يكون عندهم هذه المعاناه. بس كل ما كنت ابحث في هالموضوع كنت القى الاجابه باختصار ان عيال الاثرياء اثرياء. لا تسالين شلون، بس ترى دائما ولد التاجر تاجر، يعني يتعلم منه. نادرا جدا منهم اللي ما ياخذ خط ابوه او خط عائلته. فعشان كذي احنا نشوف عيال التجار حتى لو يفلس، حتى لو يصير عنده صفر دينار، يقدر انه هو يرجع يكون ثروه من جديد. فاجابه على سؤالك، افضل طريقه نعلم فيها عيالنا الثراء ان احنا نكون اثرياء. ان احنا نكون اثرياء، ان هم اليهال احنا نعتقد بانهم يتعلمون بالتوجيه، ان احنا نقول له اقعد اكل سوي الشغله الفلانيه، بينما الحقيقه الياهل يتعلم بالقدوه. صح. يعني اذا هو يحبك وايد، يعني مثلا انت الام يحبك وايد او الاب يحبه وايد، الياهل وايد يتاثر بالشخص اللي يحبه.
صح. فإذا أنت مدبرة ماليا، إذا أنت محسنة في التصرفات المالية، ثقي تماما أن الطفل راح يتبعك بشكل تلقائي. لازم نهتم في قدوة لا في البيت. بالضبط. يعني فدورك أن أنت تصيرين ثرية. حتى أنا على فكرة في شغلة يمكن أنا يمكن أكون الوحيدة اللي في الجانب المالي ضدها. أنا ماني مع أن الأب والأم يسوون حساب توفير للأطفال. أنا نهائيا ماني مع هالموضوع. ليش؟ لأن عندي قناعة كاملة أن الميراث مرتب لهم. وأنت ليش مقتنع أن لما يعني لما يكبرون أنك ما راح تقدر على مصاريفهم؟ أنت تقدر على مصاريفهم. بالنهاية نفس المبلغ اللي بحطه في حسابه أنا ممكن أخليه في حسابي ويبقى في حسابي. والدين الإسلامي وفر للورث حقه. يعني أنت بالنهاية لا تحاتي عقب ما أنت يعني لا قدر الله يصير بحياتك شيء. أستاذة، إذا يعني الواحد انولد بعائلة يعني أهله مو تجار يعني وهو اجتهد، يعني احنا دائما مثلا انا اتكلم عن نفسي شخصيا كنت حاطه في بالي تصور عن الثراء، يعني مثلا كنت اشوف أوبرا وينفري انها هي مليونيره وعندها ودخلت الجامعه، دخلت الجامعه صارت مذيعانه ومذيعه، لكن في امور ما صارت على ارض الواقع، يعني رغم انه طبقت كثير من الامور، وين يكون الخلل؟ اذا الواحد عنده الوظيفه، وظيفه احلامه، وعنده شهاده جامعيه لكن ما حقق اللي هو يبيه في مجال المال، يعني احنا قاعد نتكلم عن المال فقط. الكلام اللي انت قاعد تقولينه تجربه وايد ناس وحقيقي، يعني وانا منهم اللي انا كنت اظن ان اي حد يدخل مجال المحاماه لازم يملين. لا. مع هذا انا يسمعوني، يعني هم زملائي بس يسمعوني ويدرون ان في وايد من زملائنا محامين ما ملينوا، يعني اساسا يمكن تلقينهم مديونين بعد. فانا اللي اقول لك ان كل انت قاعد تقولينه هذا خط بروحه، يعني هذا ممكن انا اعلمه حق ناس، لكن بما انك انت تعديتي هالخط فانا راح اجاوبك عن خلينا اقول النقطه اللي عقبها. اللي يمنع الانسان انه هو عقب ما يكون كل اللي انت قلتي عنده انه وظيفه يحبها وناجح وحصل الشهاده اللي هو يبيها ومع هذا ما حقق الثراء، ثقي تماما انه في عندك معتقدات معيقه. أوكي. في عندك بعض الافكار المعيقه، فمثلا لما نحن نقول انا اروح ادور وظيفه، انا جامعيه وعندي شهادات زينه واروح ابحث عن وظيفه، لكن انا في داخلي اقول ما راح القى وظيفه بدون واسطه. فانا خلاص انا هذه قناعه الواسطه صارت عندي. نعم. انا فاذا اليوم. نعم. انا املك هالقناعه ثقي تماما ان قناعتي تشتغل معي. نعم. حياتي تتكون. فعلا الكلام معك الصراحه المفروض يطول اكثر من كذي، ولكن احنا ان شاء الله نوعدك ان يكون لنا لقاءات اخرى نتعلم منها من هالامور هذه. اتوقع بالنسبه لنا احنا السيدات مهم ان نتكلم في مثل هالامور هذه وندير الاسره. شكرا لك استاذه مريم الدخيل على وجودك معنا في شاي الضحى. يعطيك العافيه. شكرا. نورتينا. بكذي نكون وصلنا معكم لختام حلقه اليوم. تابعونا باكر، عندنا ايضا مفاجات كثيره من ضمن فقراتنا. مع السلامة، واستمتعنا بالمواضيع وإن شاء الله راح نكون أول الناس نتغيد الأشياء هذه. شكرا لكم مشاهدينا، وبالتأكيد نوعدكم كل يوم إن شاء الله راح يكون في تنوع بالنسبة لفقراتنا بشاي الضحى. نقول لكم مع السلامة.